كان آخر حدث حصل كان هو حالة أحمد ناجي بعد بسبب رواية للمحاكمة بسبب محاكمة أخلاقية للأدب. من يومها لغاية النهاردة كنا متخيلين إن إحنا الأسبوع وإحنا بنجهز المؤتمر هيمر بسلام. في خلال الأسبوع ده المشهد العام كان واضح إن المسألة ليست لا تتعلق بس بحرية الفكر والتعبير، هي تتعلق بمشهد الحريات العام في مصر. القضية مش قضية إزدراء أديان بس، القضية هي الحريات بشكل عام. القضية إن أنت قدام نظام هو معادي للحريات، يعني أنا أمام نظام يتحرك ضد الحرية بشكل عام، أمام نظام يضج بكلمة نقد عابرة وبيحمي منتهك أعراضه وبيحمي اللي هم بينصروا الحياة الشخصية للمواطنين، ولمجرد أنهم بيكلموا عنه بشكل كويس، بيكلموا اللي هم بيعبروا عنه بس. يعني الأوضاع العامة زي ما احنا شايفين، في ملاحقات على النشر، في ملاحقات متعددة بأسباب مختلفة، سواء إزدراء أديان أو نشر أسرار عسكرية، أو حتى في حالتنا تبقى محاكمات على الخيال بدعوى أنها أن العمل أدبي يبقى مواد إباحية أو مواد خدشة للحياة. فإحنا في وضع صعب، يعني ده رغم أنه في مواد في الدستور المفروض أنها بتحمي حرية الإبداع أولا وبتحمي حرية رأي التعبير. هي القضية، القضية أنها أمام مشكلة حرية بشكل عام. المشكلة الحريات دي الصحافة بتدفع ثمنها بشكل كبير، ودفعت ثمنها خلال الفترة اللي فاتت بشكل ضخم جدا، سواء من خلال الاعتداءات أو الانتهاكات اللي بيتعرض لها الصحفيين طول الوقت، سواء ال 32 صحفي دلوقتي اللي هم محبوسين على في قضايا مختلفة، منهم على الأقل 20 منهم كانوا بيمارسوا مهنتهم أو محبوسين على بسبب مهنتهم. القضية في اعتداءات وتكسير كاميرات ومنع من التغطية، هو النظام يرفض الحقيقة نفسها، يرفض نقل الحقيقة. فهي دي المشهد العام. المشهد العام عشان كده دائما هتلاقيه بيتشبث بالمعسكر المحافظ.